أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب، وأهلا وسهلا بكم. اليوم سنلتقي بأحد شعراء الجاهلية النابغة الذبياني من خلال القصيدة كليني لهم. سنتناول في هذه القصيدة تحديدا مهارة تحديد وتشخيص المواضيع والموضوعات في القصيدة. نتعلم اليوم أعزائي عن حياة الشاعر، نبذة بسيطة عن حياة الشاعر، ثم ننتقل إلى المضامين المركزية في النص، ومن بعد إلى الأساليب الفنية. من هو النابغة الذبياني؟ هو زياد بن معاوية الذبياني، شاعر من شعراء الجاهلية ومن أصحاب المعلقات، ولقب بالنابغة لنبوغه الشعر في سن متقدمة. وكانت الشعراء في الجاهلية تحتكم إليه، حيث كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ، حيث يتنافس الشعراء عنده بقصائدهم، يحتكمون إليه، وكان هو يحسم بينهم إذا كان هذا الشاعر يستحق أن ينظم أو ينشر شعره أم لا. اشتهر بقصائد الاعتذار للملك النعمان بن المنذر، وبمدح الغساسنة أيضا. مناسبة القصيدة، هناك روايتان لنظم القصيدة. تقول الرواية الأولى إن النابغة الذبياني أثناء وجوده في قصر الملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة ملك المناذرة، ذكر في إحدى قصائده المتجردة زوجة النعمان، فوصفها وصفا جسديا حسيا، الأمر الذي أغضب الملك النعمان بن المنذر، ففر هاربا النابغة الذبياني إلى بلاد الشام حيث الغساسنة، وهناك مدحهم في هذه القصيدة. أما الرواية الثانية فتقول إنه حدثت معركة أو حرب بين الغساسنة وبني ذبيان، وكانت نتيجتها خسارة وهزيمة بني ذبيان، والأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وأسرى وسبي للنساء. فذهب النابغة الذبياني إلى بلاد الشام حيث الغساسنة، ونظم مادحا مستعطفا الملك عمرو بن الحارث الغساني لكي يطلق سراح الأسرى والنساء. أمامنا الثروة اللغوية، ولن أتطرق إليها الآن، إنما في نعود إليها ضمن شرحنا للقصيدة ومضامينها. يمكن تقسيم مضامين القصيدة إلى ستة أقسام، ولكن في البداية نقرأ القصيدة. كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، علي لعمر نعمة بعد نعمة، لوالده ليست بذات عقاربي، وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائبي، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي، لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرض الخطي فوق الكواثب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، تقد السلوقي المضاعف نزه وتوقد بالصفاح نار الحباحب، لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب، محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب،
حبوت بها غسانة إذ كنت لاحقا بقومي وإذ أعيت عليها مذاهبي. يمكن كما أشرنا يمكن تقسيم القصيدة من حيث المضامين إلى 6 مجموعات. في المجموعة الأولى يشكل البيت الأول مجموعة مستقلة. في هذا البيت يخاطب الشاعر ابنته ويطلب منها أن تدعه وشأنه لما يعاني من هموم بسبب هذه الهموم جعلت ليله طويلا وكأن النجوم تأبى أن تزول أو تتحرك في هذا الليل. وطبعا الشعراء تطرقوا إلى قضية الليل وطوله وتطاوله بسبب الهموم والآلام والأحزان. أما المجموعة الثانية فهي في البيتين الثاني والثالث، وهنا الشاعر ينتقل للحديث عن الملك عمرو بن الحارث الغساني مادحا إياه في البيتين الثاني والثالث، وقد ركز على صفتين في هذين البيتين. الصفة الأولى في البيت الثاني عندما قال بأن الملك كثير العطاء كثير النعم والإحسان للآخرين، والمهم أنه يغدق هذا الإحسان ويعطيه بلا من ولا يشوبه أي أذى، وقد اكتسب هذه الصفة من الكرم والجود من والده، فلا عجب ولا غريب في ذلك أن يكتسب الابن من أبيه. أما الصفة الثانية فوردت في البيت الثالث وهي أن النصر حليفه في كل معاركه، وهذا الأمر مؤكد لأن جيش الغساسنة يتألف فقط من مقاتلين من أبناء القبيلة نفسها، ولا يوجد بينهم أي مقاتل غريب أو أجنبي، الأمر الذي قد يجعل هذا المقاتل الغريب يميل إلى الغدر أو الخيانة. فالنصر مؤكد للغساسنة ولملكهم. أما المجموعة الثالثة فتمتد في الأبيات 4، 5، و6، وهنا وصف الشاعر الطيور التي تحلق فوق الغساسنة وهي ترافقهم إلى المعارك. قد يظن القارئ أن الشاعر يريد وصف الطيور وصفا يتطرق فيه إلى لونها أو ريشها أو أصواتها وتغريدها، لكن النابغة الليبياني استغل وصف الطيور ليرمز من خلالها إلى قوة وشجاعة الغساسنة أثناء حروباتهم. فيقول إن هذه الطيور التي تحلق فوق الغساسنة فوق جيش الغساسنة كانت تحلق على شكل جماعات وهي تهدي بعضها البعض إلى مكان وموقع المعركة لكي تأكل من جثث الأعداء والذين يسقطون في ساحة المعركة. أما الصفة الثانية التي يعطيها لهذه الطيور فهي أن الطيور على علم وهي واثقة ومتيقنة أن جيش الغساسنة هو الغالب والفائز إذا ما التقى الجيشان، والمقصود جيش الغساسنة بجيش الأعداء، وتكون هذه الطيور المحلقة متأهبة ومستعدة للهبوط والانقضاض على العدو أو على الفريسة. أما الصفة الثالثة فيقول من خلالها إن هذه الطيور اتخذت لها عادة من تحليقها ومرافقتها لجيش الغساسنة، فإذا رأت هذه الطيور أن جيش الغساسنة يتجه نحو المعركة ورأت الرماح الخطية وهي الرماح المصنوعة في الخط في بلدة الخط
وهي الرماح التي يمتلكها الغساسنة. وكأن الطيور تميز هذه الرماح، عندما تراها تتطاير في الهواء فهي تعلم بأن هذه رماح الغساسنة، وهي موجهة إلى الأعداء، وحتما سوف تستقر في صدورهم وفي خيولهم. أما في الأبيات في المجموعة التالية، في الأبيات 7، 8، و9 ينتقل الشاعر في هذه المجموعة ليصف سيوف الغساسنة ودلالة تلك السيوف وكيف أنها تختلف عن سيوف الآخرين. في البيت 7 يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. انتبهوا أعزائي إلى هذا البيت وكم هو جميل، وإلى الأسلوب الذي اعتمده النابغة الذبياني في هذا البيت. فقد قال بأن هناك عيب، أو أن هناك عيبا في سيوف الغساسنة، وهذا العيب هو أن حد هذه السيوف فيه ثلوم أو كسور أو تشققات، وهذه الثلوم أو هذه الكسور هي بسبب خوضهم للمعارك وبسبب قتالهم للأعداء ومقارعتهم للأعداء في حروباتهم. إذن هذا بيت من الشعر اعتمد فيه الشاعر أسلوبا مميزا، هو أسلوب المدح بما يشبه الذم. فقد يظن القارئ أو السامع أن الشاعر يذم من خلال قوله إن سيوف الغساسنة فيها عيب، وهذا هو الذم. ولكن عندما يتابع ويقول إن هذه السيوف التي فيها عيب، وهو أن أطرافها أو حدها مكسور أو مثلوم، يأتي بسبب تلك الثلوم والكسور وهو مقارعة الأعداء والنصر عليهم، هنا يتحول الذم إلى المدح. فإذا كانت السيوف لامعة أو أن حد هذه السيوف ليس فيه أي شقوق، هذا يعني أن السيوف موجودة في أغمادها أو أنها غير مستعملة، وبالتالي ربما لم يستعملها حاملها بسبب الخوف أو الضعف. أما الغساسنة فإن هذه الصفة ليست فيهم، بل صفة القوة والشجاعة. في البيت التالي، البيت 8، يعطي الشاعر صفة أخرى لسيوف الغساسنة، فيقول إن هذه السيوف بالإضافة إلى كونها ذات ثلوم وفلول في أطرافها، فهي مجربة وهي قديمة، قد ورثوها من آبائهم وأجدادهم، وهي تعود إلى يوم حليمة، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم المشهور الذي التقى فيه الغساسنة بالمناذرة وتغلبوا عليهم في هذه المعركة. وهذه السيوف ما زال مقاتلو وجنود الغساسنة يحملونها جيلا بعد جيل. نركز هنا أعزائي على كلمة يوم حليمة. فإذا ذكر الشاعر الاسم حليمة فهذا اسم تاريخي، وهذا يعني أن الشاعر يوثق تاريخا للغساسنة، وبذلك هو يحفظ لهم هذا التاريخ. أيضا نفس هذه الملاحظة يمكن الإشارة إليها عندما ذكر اسم عمرو بن الحارث الغساني في البيت 2، وهذا اسم أيضا موجود في التاريخ، وبذلك هو يخلد مآثر وتاريخ الغساسنة. أما بالنسبة لكلمة يوم، فكلمة يوم أطلق عليها العرب كلمة يوم، استعملوها للتعبير عن حروباتهم ووقائعهم ومعاركهم، ذلك أن الحرب كانت تجري في النهار في اليوم، أما في الليل فكانوا يخلدون
إلى الراحة ولمداواة جرحاهم ودفن قتلاهم. الصفة الثالثة التي يعطيها الشاعر لسيوف الغساسنة هي في البيت التاسع، وهنا أعطاها صفة القوة الشديدة، ذلك أن هذه السيوف التي يملكونها قادرة على أن تقد وتقطع الدرع السلوقي، وهو الدرع المصنوع في سلوق، وهي دروع قوية متينة مؤلفة من طبقتين، وبذلك يصعب النفاذ أو النفوذ منها، بينما سيوف الغساسنة قادرة على اختراقها، على قطعها وتقطيعها والوصول إلى جسد المقاتل من الأعداء وطعنه والقضاء عليه. كما أن هذه السيوف عندما يستعملها جنود الغساسنة يضربون بها خوذ الأعداء التي يلبسونها ويضعونها على رؤوسهم، فإنها تحطم تلك الخوذ وينتج من تحطيمها أن يتطاير الشرر والنار، كما هو حال حشرة الحباحب التي تضيء في الليل. المجموعة الخامسة هي الأبيات التي يتطرق فيها الشاعر إلى مدح الغساسنة مدحا مباشرا مظهرا مناقبهم. نلاحظ أن الشاعر في هذه القصيدة بدأ يمدح بداية الملك عمرو بن الحارث الغساني، ثم انتقل ليمدح الغساسنة كجيش، وهنا ينتقل لمدح الغساسنة كقوم، فهو يقول في هذه الأبيات: لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب، محلتهم ذات الإله ودينهم قويم، فما يرجون غير العواقب، يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب. هنا تطرق الشاعر إلى مدح الغساسنة في البيت العاشر، حيث ركز على صفتين يمتلكونها. الصفة الأولى هي الجود والكرم، وقد تطرقنا لهذه الصفة من قبل عندما ذكرنا بأن صفة عمرو بن الحارث هي الكرم الذي يغدقه بلا منة ولا تقريع ولا أذى. فالجود متوارث، وكما ذكرنا السيوف متوارثة والكرم عندهم متوارث. أما أحلامهم ويقصد بها العقول، فهنا يصف الشاعر عقول قوم الغساسنة بأنهم يملكون عقولا واثقة راجحة مطمئنة، لا يتسرعون في إصدار أحكامهم، وإنما يفكرون بتعقل وترو. في البيت التالي يصف يمدح الشاعر حسنا، نخرج لاستراحة ونتابع بعد قليل.
اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب من جديد. اعود للمجموعه الخامسه وهي من الابيات العاشر حتى الثاني عشر، وكما ذكرنا هذه الابيات فيها مدح للغساسنه واظهار لمناقبهم وصفاتهم الحسنه. في البيت العاشر قلنا ان الشاعر يركز على صفتين خصهم بالغساسنه، وهذه الصفات هي صفة الجود، الكرم، والعقول الراجحة الواثقة والمطمئنة. وهذه الصفات كما ذكرنا هي صفات تلازمهم حتى أنها أصبحت جزءا منهم. نركز هنا على كلمة الله في هذا البيت، لأن الشاعر وكأن الشاعر يقول من خلال هذه الكلمة بأن الله هو الذي خصهم، الله هو الذي فضلهم على غيرهم ومنحهم هذه الصفات التي تفوقوا فيها على غيرهم من الأقوام، حتى أن هذه الصفات أصبحت جزءا لا يتجزأ منهم وهي لا تفارقهم. في البيت الحادي عشر يعطينا صفة أخرى، وهذه المرة يصبغ الشاعر صفة دينية على الغساسنة ومقدسة، فهم يسكنون في أقدس بقاع الأرض، محلتهم ذات الإله، أي أنهم يسكنون في مكان مقدس وبيت المقدس. وفي هذا البيت أيضا إشارة إلى الديانة التي ينتمون إليها، فهم يدينون بالنصرانية، وهذا الدين مستقيم منزل من السماء. على ربما نجد ذما أو هجاء للمناذرة، لأنهم يدينون بالوثنية وليس لهم دين منزل من السماء. في البيت الثالث من هذه المجموعة وهو البيت الثاني عشر، أو لنقل في البيت الحادي عشر، أن كل ما يريده الغساسنة هو حسن العاقبة. في البيت الثاني عشر يصف الغساسنة وصفا جسديا، فهم يعيشون في عز ونعيم، وهذا العز وهذا النعيم ورثوه منذ قديم الزمان. ونلاحظ هنا بأن الغساسنة يرثون عن آبائهم وأجدادهم، فالملك عمرو بن الحارث الغساني ورث عن والده، والسيوف ورثوها أبا عن جد من يوم حليمة، واليوم هم في هذا البيت يصونون أجسادا قديما نعيمها، أي أن النعيم الذي يعيشون فيه اليوم هو نعيم موروث أو متوارث وعز ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وهم يصونون ويحفظون هذه الأجساد بأفخر الثياب ذات الأكمام البيضاء والمناكب الخضراء، إشارة إلى العز والرفاهية التي يعيشون بها. أما البيت الأخير، هبوت بها غسانة إذ كنت لاحقا بقومي وإذ أعيت علي مذاهبي. هذا البيت يمكن القول عنه بأنه البيت الذي ينهي به الشعر القصيدة، أو يغلق هذه القصيدة، وهو ما يشبه بحسن الخاتمة. فبعد أن مدح الملك عمرو بن الحارث الغساني ووصف الطيور ووصف السيوف ومدح الغساسنة، يخلص في هذا البيت ليقول بما أن الغساسنة يمتلكون كل ما سبق وقال الشاعر من شجاعة وقوة وصفات حسنة، فكان لابد من أن يخصهم الشاعر بهذا المدح ويخص ملكهم ويهديه هذه القصيدة، خاصة عندما كان لاحقا بقومه وقد أغلقت وسدت كل الطرق في وجهه. هذا بالنسبة
مضامين القصيدة. ننتقل إلى مميزات وأساليب القصيدة، الأساليب الفنية الموجودة في القصيدة. أولا نقول بأن القصيدة هي قصيدة من الشعر الجاهلي التقليدي العمودي، وكما تعلمون أن هذا الشعر له مميزات خاصة. أول مميزات الشعر الجاهلي التقليدي العمودي أن القصيدة تتألف من الأبيات تتألف من شطرين، الشطر الأول هو الصدر والشطر الثاني هو العجز، إذن هناك صدر وعجز. أما الميزة الثانية فهي أن القصيدة فيها قافية موحدة في نهاية الأبيات، الكواكب وغيرها من الكلمات في القصيدة في نهاية الأبيات، أشائبي كواكبي أشائبي إلى غير إلى آخره من الكلمات التي وردت في القصيدة في نهاية الأبيات. القصيدة أيضا لها بحر ووزن شعري واحد على يمتد على كل الأبيات. وصفة أخرى أن أبيات القصيدة متساوية في طولها، فلا يوجد بيت أطول من الآخر، إنما الأبيات متساوية في الطول. صفة أخرى من مميزات القصيدة الجاهلية أن الأبيات مستقلة في معانيها، أو ما يعرف باستقلالية البيت أو الوحدة المعنوية للبيت. فالبيت تنتهي الفكرة الرئيسية في البيت تنتهي في نهاية البيت عند القافية، هناك يجب أن تنتهي الفكرة، وبعدها ينتقل الشاعر في البيت التالي إلى فكرة أخرى إلى فكرة جديدة. وبذلك فإن الوحدة المعنوية هي ما الذي هي الأمر الذي يميز القصيدة الجاهلية. أما الصفة أو الميزة الأخرى التي تميز القصيدة الجاهلية فهي تعدد وتفرع وتنوع الموضوعات فيها. قصيدة الجاهلية لا تحتمل موضوعا واحدا، أو الشاعر لا يتحدث فيها ولا يتناول فيها موضوعا واحدا، إنما يتناول عدة موضوعات أو عدة أغراض أو عدة مواضيع. ورأينا في هذه القصيدة أن الشاعر تحدث عن الليل الطويل وهمومه فيه في مقطع القصيدة، ثم انتقل ليمدح الملك عمرو بن الحارث الغساني، ثم وصف الطيور المحلقة فوق جيش الغساسنة، وبعدها انتقل ليصف السيوف التي يقاتلون بها، ثم وصف مادحا الغساسنة ومناقبهم، وفي النهاية جاء إهداء القصيدة. هكذا تتفرع وتتنوع موضوعات القصيدة. نقطة أخرى من ضمن الأساليب الفنية هي أن الشاعر يستعمل في القصيدة أسلوب في البيت الأول ورد أسلوب التصريع في مطلع القصيدة، كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل تقاسيه بطيء الكواكب. لاحظ أن في كلمة ناصبي كلمتي ناصبي والكواكب في البيت الأول هناك تشابه في الناحية الموسيقية بين هاتين الكلمتين، والتصريع هو أن يتساوى الجزء الأخير في صدر البيت مع الجزء الأخير في القافية من ناحية الوزن أو التفعيلة، وهذا يضيف رنة موسيقية على القصيدة إلى جانب الإيقاع الموسيقي الموجود في الوزن الشعري للقصيدة، ويزيد من جماليتها. كما أن التصريع يمكن القول على أنه ظاهرة تقليدية سار عليها الشعراء. الشعراء في العصر الجاهلي بدأوا قصائدهم بأسلوب التصريع، وهكذا صار الشعراء يرون بأن
معاصريهم أو سابقيهم نظموا في أسلوب التصريح، بدأوا قصائدهم بالتصريح فساروا على نهجهم. فمثلا امرؤ القيس في المعلقة يقول أو لنقل لنقل طرف من العبد في معلقته يقول لخولة أطلال بذرقة فهمدي تلوه كباقي الوشم في ظاهر اليد. فهمدي واليد هذه ظاهرة التصريع الموجودة في هذه القصيدة. أسلوب آخر ظهر في القصيدة هو أسلوب المدح بما يشبه الذم، وهنا ظهر في وصفه للسيوف عندما قال بأن هذه السيوف فيها عيب واحد هو أن أطرافها فيها ثلوم أو شقوق، وبالتالي هذا ليس لا يمكن اعتباره ذم. على إذا ما تبعنا في شرحنا للبيت وقلنا بأن هذه الثلوم جاءت بسبب الطعن وقتل الأعداء. طبعا بالنسبة للتصريع من معلقة امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هذا هو مطلع القصيدة، ويظهر فيه التصريع أيضا في صدر البيت وفي عجزي. نقطة أخرى من الأساليب الفنية التي تظهر في القصيدة استخدام الشاعر لأسلوب المبالغة، ويظهر هذا الأسلوب في معظم الأبيات. المبالغة هي يمكن القول بأنها أهم غرض أو أهم شيء أو أهم ميزة تميز شعر المدح. فإذا كانت الصفة التي يمدحها الشاعر أو يضعها في مدحه مساوية ومشابهة لصفات سائر البشر فلا يمكن اعتبار هذا مدحا، ولكن يجب أن تكون هذه الصفة موجودة في الممدوح أكثر بكثير من غيره، وهذا رأيناه في أكثر من موضع في القصيدة. على سبيل المثال عندما قال وثقت له في النصر، وكأن الشاعر يقول في هذا البيت بأن النصر هو حليف عمرو بن الحارث الغساني وأنه لا يمكن أن يخسر في أي معركة من معاركه. وفي موضع آخر عندما وصف سيوف الغساسنة وهي تقد وتقطع الدروع السلوقية المؤلفة من طبقتين. أيضا من الأساليب البارزة في القصيدة غلبت الجمل الخبرية على الإنشائية. وهنا طبعا يجب أن نميز بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية هي الجملة التي تعطي حقيقة لا مجال لتكذيبها أو تصديقها، وتظهر في القصيدة بشكل كبير في هذه القصيدة، لأن الشاعر يريد أن يقول حقائق وأمور حقيقية وواقعية عن الغساسنة. أما الجمل الإنشائية فهي الجمل التي تحتمل التصديق والتكذيب وتقوم على أساليب الاستفهام، النداء، النفي والنهي وغيرها. من الأساليب الأخرى الموجودة في القصيدة هي أن الشاعر بما أنه يتحدث عن الحرب فهو قد استعمل مفردات من قاموس الحرب والقتال كالجمعان، وهو يقصد بها الجيوش الجيشان، قراع الكتائب، الخطي، السلوقي، السيوف وغيرها من الكلمات المستوحاة أو المأخوذة من قاموس الحرب والقتال. أيضا ميزة أخرى ذكرها الشاعر هي أنه استخدم ألفاظا وتعابير من بيئته
من البيئة الجاهلية الصحراوية. وطبعا هذا أيضا يدل على أن الشاعر ابن البيئة، وهو يأتي بكلمات من بيئته، مثلا كلمة أشائب أو كلمة الخطي وغيرها من الكلمات في القصيدة. هناك أساليب أخرى، النداء والتكرار والتوكيد والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب التي أيضا ذكرها الشاعر في القصيدة. وصلنا إلى نهاية الحصة، وطبعا هناك أسئلة بيتية. السؤال الأول: استخرج صورة واحدة يصف فيها الشاعر الطيور، اشرحها وبين دلالتها. السؤال الثاني: استخرج صورة واحدة يصف فيها الشاعر سيوف الغساسنة، اشرحها وبين دلالتها. السؤال الثالث: تكثر في القصيدة الجمل الخبرية، استخرج مثالين وبين الغرض من توظيفها. السؤال الرابع: عين قيمة اجتماعية إيجابية تظهر في الأبيات أو في القصيدة وبين رأيك فيها. والسؤال الأخير: استخرج صورة واحدة يمدح فيها الشاعر قوم الغساسنة واشرحها بلغتك. إلى هنا ينتهي لقاؤنا. أعزائي الطلاب، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وأتمنى لكم الصحة والسلامة، وإلى اللقاء. شكرا لكم.